السلام عليكم. الفيلم بادي بواحد السيدة حاقدة على الحكومة الأمريكية حيت زادت في شي لعيبات باش تكبر الثروة ديال الحكومة وغلاو بحال كيف وقع في المغرب حاليا. بل كيتهموا هاد الناس بأنهم تيحاولوا يدمروا المجتمع، ولكن صافي ما بقاوش راضين بهذا الشيء. وغادي يجي واحد الشهب حتى هو حاضر لهاد المظاهرة، وفي الاخر غتقول الى الحكومة الأمريكية ما احترمت الشعب فحتى الشعب ما غيحترمهمش. من بعد غادي تشد الطريق وكدير قلوب المتابعين في موقع التواصل اللي تيكومونطيو ليها. وصل السيد وغيوقف جنب واحد الطوموبيل وما لقاتش منين تخرج من تما، وخرجت من الجهه الاخرى وطلب منها السماحه، وغادي تدخل فيها واحد الطوموبيل كان صاحب السيد اللي متنكر في هاد الشركه التوصيل. خلاوها مسكينه مرميه تما، علاش؟ لانها عطات الراي ديالها وكان عندها جمهور. من جهه ثانيه واحد العامل صايق الحديد المليح غادي مكسيري عنده شي مهمه اللي مهمه، وصل البلاصه وكانوا ناس مجموعين باغين شي وحده ينعتوها بالجاسوسه، مانعينهم غير جوج ديال البوليس. والعامل دار من اللور وضق على السيده وعرفت بلي راه مصيفطو واحد سميتو روبنسون وتا هي عامله، وتم الاكتشاف ديالها. لقاو اجهزه التنصت عندها، ناضت الروينه اكثر والمواجهه قريب تشبك بين البوليس والمجانين. العامل فكر مزيان وغياخد واحد جوج بوطات، وحده طلق لها الغاز وخباها والثانيه حطها فوق البوطه، وزاد فلامه حطها فوق من واحد القارب اللي فيه ليسانس. دازت مدة وقع الانفجار وتيسحب ليهم بلي راه الجاسوسة هي مولات هادشي. شتت الانتباه ديالهم كتر ملي وقع الانفجار التاني، وبهالطريقة خرجها من تما سالمة. العامل مهووس بالامن بزاف ومسيكريزي دارو مزيان ومنظم حوايجو، ما عندوش مع الوسخ وعزيز عليه النقاء، عنده حفيدتو عزيزة عليه، شرى ليها كيكة وغيتلاقى بنتو حتى هي، لانه صافي بغى يدخل العالم ديال حفيدتو ويبقى معاها وقت كثر. وبنتو غادي تقول ليه بلي راه حفيدتو بكثره ما جلس معاها، الدريه تاهي ولات كتبقى تدور في الدار وتشوف واش البيبان مسدودين في كل ساعه، وهادشي ما بغاتوش هي. وتتقول ليه هادشي محاش غادي يحميها، غالبا حتى غتقدر تحولها لشي مسطيه. ولكن ترافيس بغى منها باش تعطيه غير فرصه وصافي، وشرى ليها بيل وفيه صاعق، هادشي عنكش الام ديالها. واحد الصحفيه عزيز عليها خدمتها تتقول لدرو باللي راه صوفيا، صوفيا هي اللي تحدات الحكومه، وجاتها هاد الموته ديال انها ماتت بكسيده ما منطقياش. الطوموبيل اللي ضربتها ما فيهاش بلاكه، والسائق سميتو مزيفه، ولكن دروجه كلشي عادي وبغاها تجيب الحقائق، وديك الساعه تكتب المقال ديالها. من جهه ثالثه واحد خونا في طوموبيلته جالس وتيشرب الدواء، هما اللي تيردوه للرشد ديالو، وتيجيه صوت في راسو الناس تيهتفوا بسميه صوفيا، لان هذا هو الشهاب اللي حضر الاضراب. جا عند واحد البوليسي قال ليه راه ما خاصكش توقف هنا، والبوليسي الثاني غايشوف بلي راه حاط حدا واحد الفردي وخرجوه من تما. بقى مكالمي وتيفكر، وقربوا ليه البوليس وضربهم بجوج بهم، وجاو جوج اخرين ولاو دابا اربعه وما قدوش عليه. واحد ضربو كاع بالضو وهو اللي غيكون غلب الضو، ولكن غادي تشد ملي حضروا واحد جوج اخرين وهزوا عليه السلاح، خداو الحبس وجا عندو ترافيس، وبجوج بهم عملاء سريين وكانوا خدامين في نفس الوحده. ترافيس جا غير باش يعاونو وما عرفش بالضبط لاش هز مع هذاك الفردي، وغيقول ليه داستي بلي راه غير كان باغي يهضر مع شي صحافيه وصافي. المهم خرج داستي من الحبس، وترافيس قال البوليسي وطلب منه باش يعتبروا داستي بحال ما عمرو كان هنا، ووافق هذاك البوليسي. هاي خرج داستي وركبوا معاه باش ياخذوا شي مكان امن وهادئ كالم باش داستي يرجع التركيز ديالو. المهم داستي ما بقاش باغي يبقى يدير داكشي اللي كيقولوا ليه الاف بي اي، لانه واقيلا اكتشف شي حاجه اللي بدلاتو. وترافيس عنده شي موعد مع الحفيده ديالو ما بغاش يفلتو، وغيمشي للمدرسه ديالها وما ينط ديستي في الطوموبيل وخلاه تما، ودخل هو عند حفيدتو. وفي برا داستي بان ليه واحد الدري صغير وعيط ليه ويستغلو باش يعاونو وغيهرب من الطوموبيل. وفي الداخل ترافيس غيشوف الرسمه ديال حفيدتو وقالت ليه بلا هذا شي غريب اللي تيراقبنا وما عرفتش علاش، وغتجي بنتو من السبيطار لانها خدامه تما. ملي خرج ترافيس بان ليه داستي هرب في كاميو ديال الزبل، وداسي غيعيط هذيك الصحافيه ميرا بغى منها باش يتلاقاو ويهضروا من هنا لخمسه ديال الدقائق بالضبط. وهو هارب من ترافيس غير ميليه الزبل في الطريق، ولكن ترافيس سواق حتى هو. ما اكتفاش غير بهادشي، غيدخل في واحد الطوموبيل ودورها جهه ديال ترافيس،
وفي الاخر غادي يفقد السيطره وغيتقلب ليه الكاميو. وهرب وقصد نيشان الصحفيه ميرا وبغاها باش تمشي معاه لشي بلاصه اللي ما يشوفهم حتى شي واحد ويهضروا، ولكن من اللي شافوا ترافيس قال لها من بعد وندويو وهرب. وترافيس وميرا تبادلوا النظرات وغادي تخاف منه. وفي المكتب ترافيس مع روبينسون، روبينسون بقى تيقول لي دابا راه هرب وسولو واش قال لك شي حاجه، جاوبوا باللي راه ما قال ليه والو، ولكن روبينسون ما بغاهش يوصل للصحافه وما عرفش كيفاش حتى هرب من ترافيس. وهنا ترافيس باش يبقى يتلاقى مع بنته وحفيدته بزاف غيقول روبينسون باللي راه بغى يتقاعد وصافي بارك عليه من هاد الخدمه، ولكن روبينسون رفض ما بغاش واخا دوز 20 عام في هاد الخدمه، حيت المهمه اللي عاطيه هي ملي العملاء ديالهم تيمشيو لشي مهمه خطيره وما كيرجعوش تيصيفطو هو يرجعهم قبل اللي يوليو متمردين. المهم غادي يواعدو ملي تشد داسي يناقشوا الامر ديك الساعه، والصحفيه تتحاول تقنع درو عاوتاني باللي خونا اللي جا عندها ضرب 4 ديال البوليس وما كاينش شي سجل بلي راه تشد. وهادشي راه غريب، القضيه فيها ان حيت السيد باغي يهضر معاه في قضيه صوفيا. ترافيس ملي كان شاف الحفيده ديالو رسمات داك الغريب غيمشي للدار فين ساكنه مع الام ديالها وغيلصق الكاميرا ديال المراقبه وشافتها بنته وما بغاتش هادشي وتقلقات حيت ما طلبش الاذن ديالها وما عندوش الحق، وكتنتقدو هو وخدمته وما عارفتش شنو اللي تغير في الاب ديالها، واش الاضطراب ولا هاد الخدمه ديال اللوين اللي خدام فيها هو. صحفيه ميرا جالسه في دارها وتتقرا على خونا داستي، وكان صاحبتها في خدمه عطاتها معلومات عليه باللي راه مطلوب من البوليس وكيعتبروه مسلح وطاير ليه الفريخ. وغادي تسمع الصونيط في الدار حلات وكان ترافيس وقال لها بلي راه عنده معلومات على الراجل اللي هرب داستي، وملي خرج بقى هو اللي يطرح عليها الاسئله بحال شكون هو وعلاش بغاك تلاقاه واش عاودتو تلاقيتو، وبغاها تقول الحقيقه وتقول ليه فين كاين الا كانت عارفه. وهو ما عرفش لاش بالضبط معيط ليها داستي وبغاها تخلى على هادشي وغايقول ليها السميه ديال الاب ديالها باللي راه كان مزوج وخان مرتو مع واحد السكرتيره ديالو ولد منها واحد البنت وتبرأ منها ولا حو دابا تقريبا راه عندها شي 30 عام وراه صحفيه وتعنيها هي، لان ترافيس خطار مشى بحث عليها هو الاول عاد جا عندها صدمها وغيعطيها الكارت ديالو باش لهضر معها داستي تعيط ليه ومشى. داسي ها هو في دارو كيتسلح نازل مع الدروش ودخلوا هادوك الجوج اللي قتلوا صوفيا، قالوا ليه بلي روبنسون بغى غير يهضر معاك، وهو ما تيقهمش وبدا كيطلق عليهم النار هو الاول وعاود طلع لفوق السطح ونقز على الحديده شد فيها وبقى كيتيري عليهم من السلاح وتا هما كيطلقوا الرصاص، وملي بداو تيعمروا في السلاح مره اخرى غيهرب ليهم وما شدوهش. ميرا في المكتب ديالها غيجي الاتصال من عند داستي وغيزقي معاه في شي بلاصه، وخرجت بالسكوتره ديالها وهنا كان مراقبها ترافيس وغيتباع حتى هو، وقفات في واحد المتحف وحتى ترافيس مازال ملاحقها وما حسات بوالو. دخلت لداخل وكتهضر مع داستي وغيشوف اللي راه مراقبهم ترافيس وهرب ليه عاوتاني، بلغوا عليه في الامن ديال المتحف حاولوا يوقفوه وفشلوا. غيخرج من الباب اللوراني وبغى يطلع لفوق الكرياج يهرب وهبطوا ترافيس وغيضاربوا بجوج بيهم، وداستي تيقول ترافيس بلي راه صيفطي دوك جوج باش يقتلوني، وما فاهمش ترافيس هادشي اللي تيقول وهاد جوج ما عرفش شكون. ترافيس حيت شرف مسكين غلب عليه داستي وطلع من فوق الكرياج وهو هارب تيقول ليه راه غادي يلقاوه، وداكشي اللي غادي تقول الصحفيه مهما كان فراه غيعتبروك خائن وعلى الاقل غادي تاخذ 30 عام في الحبس راك ما كتفكرش مزيان. وداستي غادي يجاوبو بلي راه هانيه وبلي راه ولاو تيقتلوا ناس ابرياء، وهو عرف هادشي حيت كانوا امروه باش يقتل حتى هو وسولو شكون اللي عطاك الامر، قال ليه بلا راه روبنسون. ما تاقش به ترافيس وقال ليه داستي بلا راه غيتبت كل شي وهو هارب جاو دوك جوج القتله الماجورين اللي قتلوا صوفيا قتلوا حتى هو وغياخذوا منه داكشي اللي كان عنده وهربوا. وغادي تقول ليه ميرا بلي راه كان باغي يجيب لها شي وثائق وشي دليل، وداست الكنازه ديالو حضر فيها روبنسون وترافيس. من بعد غيتلاقى ترافيس ميرا وعرض عليها حيت دوختو الهضره ديال داستي داكشي اللي كان قال ليه، وعرف من ميرا بلي راه عطاها داستي واحد الاسم اللي هو عمليه الوحده، ما عرفوش هاد الوحده اشنو كتعني وديالاش وشكون اللي منخرط فيها وشكون هو الرئيس. وغيعاود ليها قصته مع روبنسون ملي كان باقي ما كملش 20 كانوا خدامين في فيتنام بجوج في واحد الليله مع روبنسون، وهذا روبنسون راه هو المدير ديال الاف بي اي حاليا. كانوا ديك الساعه دخلوا لواحد الزنقه وشافوا راجل باغي يتعدى على شي مراه وتيرا فيها ترافيس حيت اعتقد بلي راه السيد اللي تعدى على المراه كان هاز شي فردي، وملي شافوا شكون كان ضابط القائد ديالهم وداكشي اللي كان تيسحبو فردي كان غير قرعه وصافي. وترافيس تخلع بزاف وروبنسون ما خافش وطلب منه باش يهرب
هرب وهو تكلف بالامر ديك الساعه. ومن تما ما بقاوش تلاقاو حتى داس 15 عام وعيط روبنسون لترافيز باش يخدم معاه ولكن بلا سجلات. هادشي غيخلي روبنسون ينكر اي حاجه دارها ترافيز لان حتى حاجه ما مسجله وما رسمياش. وترافيس كان كيدير على قبل روبنسون الابتزاز والاكراه البدني ولكن ما كانش تيقتل حيت هذه ماشي هي الخدمه ديالو مع روبنسون وغيعتذر ليها ملي كان باغي يمشي حيت جبد ليها الاب ديالها فاش تلاقاو في المره الاولى. ومشى عند روبنسون وسولو على هذه الوحده اشنا هي، بغى يعرف الحقيقه وما بغاش يقول ليه شنو هي. وجاوبو ترافيس اذا داستي كان عنده الحق، انت كتقتل ناس ابرياء وملي حاول داستي فتحك قتلتيه. روبنسون غيقول ليه انت غير سلاح ديالي وانا اللي خرجتك من حياتك البائسه وعندي سجل لاي قانون اخترقتيه. وتعصب عليه ترافيز وقال لي اي حاجه كنت درتها فراه درتها على قبلك انت. وغادي يقول ليه بلا راه غادي يتقاعد دابا، ما بقاش بغى يكون معاه اكثر من هكا. ميرا غتعصب على درو حيت نشر قصتها وهي اللي كتضرب عليها تمارا وعلاش وفات كدير فيه السلام يا ربي. درو صافي غيخرج من الشركه وركب في الطوموبيل ديالو وغيعيط لميرا وكيتاسف حيت خدا ليها القصه ديالها وغيشوف راسو مراقب وقال ليها بلا راه خاصو يمشي. وعفط بالطوموبيل وخوتنا القتلة المأجورين لاصقينو ما فاكينش هادشي كامل حيت نشر مقال على موت داسي. فقد السيطرة على الطوموبيل ديالو ملي ضربوه من اللور ودار كسيده وغيمشيو لعندو هرسو ليه عنقو قتلوه وخلوه في الطوموبيل وشعلت فيها العافيه باش يبان بحال موت موته كسيده وصافي. وميرا ملي سمعت البريد الصوتي وسمعت قال بلي راه خاصو يمشي حست بشي حاجه ماشي هي هذيك وصاحبتها تقول لها ممكن تكون غير حادثه وصافي. وربطات الاحداث ودخلها الشك بلي ربما حتى الاف بي اي قتلوا صوفيا حتى هي. وترافيس صونا التعيه لبنتو وما جاوبتش ومشى للدار ما لقاهمش ومشى للمدرسه ديال حفيدتو وقالت ليه بلي راه ما جاتش ايامات هذه. وقصد روبنسون وسولو فينا هي العائله ديالو وقال لي راه ما عرفتش. وهذا دو ترافيس بلي الا اكتشف هو السبب في الاختفاء ديال بنت وحفيدتو فراه خاصينك رجال كتر من اللي معاك دابا. وتلاقى بميرا وهي الهدف ديالها بغات تفضحهم غير خاصها شي مصدر اللي موثوق وهو تيقول لها بلي راه السجل ديالو موسخ الا دارت سميتو في المقال ديالها حتى حد ما غادي يتيقها وغادي يقدر يوقع ليه نفس داكشي اللي وقع لداستي. وقال لها بلي راه روبنسون عنده بلاصه في دارو اي حاجه مهمه تيحطها تما، بمعنى الا كان شي دليل على عمليه الوحده فراه غيكون تما وغيقصد دارو وغيشوف القتلة المأجورين اللي هما في نفس الوقت العملاء السريين ديال روبنسون مبلاصين حدا الدار ديالو مقتاح منها وتيقلبوا عليه. وهنا غادي يخدم ليهم المزيكا بشي ابليكاسيون من التليفون ديالو وغيشوفوه من شرجم وفجر ليهم الطوموبيل ديالهم باش ما يتبعوهش. وغادي يمشي لدار روبنسون وهز عليه السلاح باش يحل على الخزنه وياخذ الملفات على هاد الوحده. جبد ليه واحد ديسك دير مخبي تما وشغلو مع البي سي وشاف بزاف ديال الدواسه وواحد من هادوك الدواسه بسميت داستي لي مات. وهرب روبنسون وتبعو ترافيس وغيشوفو بلي تلاقا بدوك القتاله ومسلحين. اما ترافيس عنده فردي واحد صافي فتا هو خطط مزيان وفرع الجعاب ديال الماء وغيقطع الضو وطيح الكره على الدار كامله. شي دخل من القدام وشي دخل من الباب اللوراني، واحد جوج غا سمعهم حلوا الباب الفوق وطيحوا الراديو تير على واحد فيهم ومات وقتل الثاني حتى هو. وبقاو دابا غير دوك جوج القتاله اللي حاز واحد فيهم وبقى تيدخل ليه عتقو غير صاحبه منه. وذاك الملك كان طلق محتاجو لهذا الدور هذا خرج ورد الضو مره اخرى للدار وكان طيح بوله تما ملي رجع الضو تزلزلوا وماتوا تشارجوا اكثر من القياس. وغيمشي لبيوت الكرا وجات عنده ميرا وغتداوي ليه جروحه. وفي الصباح غتجي واحد الصحفيه صاحبت ميرا مع حلات جبد عليها الفردي وتخلعات. وترافيس عرف بلي راه روبنسون خفى لي عائلته في شي برنامج حمايه الشهود وغيتفرجوا في واحد الفيديو اللي خداو من ديسك دير فيه داستي وكيعاود ليهم على الهدف اللي كانت صوفيا. وهما كانوا بجوج وتعاطف فيها واخا كانت غير مهمه صوفيا ما كانش عارفه الهويه ديال داستي. وخرج روبنسون من المكتب ديالو وركب في الطوموبيل اللي كان سايقها هو ترافيز وقال ليه بلي راه كنتي عارف بلي راه داستي خطيب صوفيا وخفتي شي مره لا يزلق ويقول ليها الحقيقه وخفتي حتى من صوفيا اللي تكتشف شكون انت بسبب انها مشهوره. هادشي علاش قتلتيهم بجوج بيهم باش تحمي العمليه ديالك السريه. وغيقول ليه بلي عمليه الوحده غتنتشر للعامه وكلشي غيعرف وغيقجو يهددو باش يحذف الملف ديالو واي حاجه دارها على قبله ومن بعدها يعلن على هاد الوحده للناس ويعرفوا الحقيقه. وغينزل روبنسون وجبت السلاح وبدا تيتيري على ترافيس ولكن ما كانش قد عليه
وترافيس غيعاود يشدو عاود تاني، وروبنسون وافق على داكشي اللي قال ليه وعطاه فين كاينه العائله ديالو، ومشى لعندهم وتلاقى بهم من جديد، وخونا روبنسون غادي يتشد. وهضر ترافيس مع ميرا وشكراتو على اي حاجه عاونها بها، وتا هو شكرها حيت تعاونت معاه، وخرج يلعب مع الحفيده ديالو وتلاقى بنتو. وتال هنا غادي يكون سهل الفيلم ديال اليوم. انا زاري، ما تنساش لايك وشير. تصبح على خير.